يا مساء الفل. بعد ما عملت فيديو بتكلم فيه عن اثار الاقصر، لقيت حبايبي في اسوان بعدين بيقولوا لي طب انت ما عملتش فيديو عن اسوان ليه؟ اسوان على فكره احنا عندنا اثار كتيره جدا. يعني تعال بقى اقول لك انت ممكن تزور ايه في اسوان. اسوان مش كفايه ان انت تقعد فيها اسبوع عشان تزور كل المزارات اللي فيها. بص يا سيدي، اسوان دي تعتبر بانوراما الحضاره المصريه، لان هي فيها اثار منحقه بزمنيه مختلفه جدا من ايام الفراعنه لحد العصر الحديث. خلينا نبدا من الاقدم للاحدث. معبد فيلة، معبد كومومبو، معبد كلبشه، جزيره اليفانتين، المسله الناقصه، كشك تراجان او زي ما كانوا بيسموه سرير فرعون، معبد ستت، معبد خنوم، دير الانبا هيدرا، ضريح الاغا خان. وبالنسبه للمتاحف حدث ولا حرج بقى، عندك متحف النوبه ومتحف اسوان ومتحف النيل. ده غير بقى المقابر الفاطميه وقبه الهوا وجزيره سهيل، وطبعا طبعا من المزارات الحديثه اللي كانت من الحاجات المهمه جدا اللي موجوده في مصر السد العالي وخزان اسوان. طيب ايه يا عم انت عمال تقول اثار اثار، هي ايه اسوان ما فيهاش حاجه تانية غير اثار؟ انا واحد يا اخي بحب المناظر الطبيعيه. طلبك موجود يا فندم، اطلب اتمنى. زي ما قلنا اسوان بانوراما الحضاره المصريه وفيها كل ما تشتهي الانفس. عندك جزيره النباتات، وبالمناسبه جزيره النباتات دي فيها نباتات نادره جدا مش موجوده في العالم كله غير عندنا في اسوان. عندك القريه النوبيه، القريه النوبيه، القريه النوبيه تاني، لان هي حاجه مبهجه جدا، ومجرد اما انت تروح هتحس ببهجه كده من المناظر اللي انت هتشوفها. لو مش بس كده، ده فيها محميه طبيعيه من التراث العالمي وهي محميه سالوجة وغزال. طيب خلاص خلصنا زورنا كل الاثار واتفسحنا، عايزين بقى ناكل، عاوزين نشرب حاجه. لازم في الوقت ده تنزل سوق اسوان، هتشتري كل التوابل اللي انت بتحتاجها في حياتك اليوميه وكلها بتبقى اورجانيك وحلوه جدا. واهم المشاريب اللي موجوده عندهم كمان الكركديه، او زي ما بيقولوا الكركديه. وانا عارف ان انا ما قلتش ابو سمبل، لان ابو سمبل مش موجود في اسوان، هو بعد اسوان بحوالي 280 كيلو. واتمنى ان انا اكون صلحت لناس كتير المعلومه دي. انا برضو زيكم قبل ما ابقى مرشد سياحي كنت فاكر ان اسوان والاقصر دي بلد واحده والجردقه دي هي في شرم الشيخ. فاتمنى ان انا اكون صلحت المعلومه دي لكل الناس اللي زيي.